إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع كتاب الجوع للحافظ ابن أبي الدنيا نعيش في هذه الأمسية إن شاء الله. وكما تعلمون، فقد أكرمنا الله عز وجل ودرسنا وقرأنا كثيرا من كتب ابن أبي الدنيا، وكتاب الجوع هذا شيء قد لا يخطر في بال كثير من الناس، وهو أن الجوع مدرسة وتربية وتهيئة. كيف هذه التربية وكيف هذه التهيئة؟ هذا ما سنعرفه من خلال قراءتنا لكتاب ابن أبي الدنيا. فاستفتح رحمه الله كتابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث له ألفاظ لكن نحن نعيش مع لفظ ابن أبي الدنيا. قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. إذن أن تصل إلى مرحلة وقد امتلأ بطنك فأنت في شر. حسب الرجل أكلات ما أقمنا صلبه. إذن أنت تبحث عن طعام يقيم الصلب وليس الشبع. إما أبيت ابن آدم، فإن صممت يا ابن آدم على الإكثار من الطعام فثلث طعام، فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. إذن إذا وصلت إلى مرحلة التصميم بالإكثار من الطعام فعليك أن تصل إلى الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها المسلم. وبالتالي هذه النصيحة نصيحة شرعية ونصيحة دنيوية، فالاستجابة لها فيها فائدة لك في دينك ودنياك.